أصلاً الموسيقى ما كانت عددية بتاعت ناس. الموسيقى دائماً هي ترتيب، ترتيب الأصوات وترتيب الفراغات وترتيب الحاجات يعني. عندي اهتمام أكبر بالحضارة النوبية، لأنه دي الحضارة، دي حضارة أهل السودان كله. يعني لما نحن نتكلم عن الحضارة النوبية بقطع شك ما بنتكلم عن النوبة الموجودين الليلة أو بقايا النوبة الأصليين الموجودين، نحن بنتكلم عن تاريخ بتاع السودان كله. أنا عموماً بحب أكون برا، ما برغم إن أنا ما مشيت كثير، سافرت كثير يعني، لكن في كل المرات اللي بطلع منها برا الخرطوم وبجي راجعة بقول لك هذا، أقول إنه برا الخرطوم إنسان برا الخرطوم. اتنفست وارتاح، خدت القلب ناشف، الليل شرد شرد. إذن مشاهدينا، هذه هي حكاية الوردة والشارع لابنة عائلة فنية، ولكنها شقت طريقها لكي تبرز شخصيتها بشكل مختلف أكيد، وأيضا تعطي بصمتها الخاصة. هي الفنانة السودانية الصاعدة نانسي عجاج. يسعد صباحك نانسي. ضيفتنا اليوم فنانة ذات صوت متميز ونكهة خاصة في الأداء، تلك هي المطربة السودانية نانسي عجاج. صباح الخير نانسي. صباح الخير نانسي، ونرحب بك طبعا. نتعرف أكثر على نانسي. نشأت نانسي عجاج في أسرة فنية معروفة، فهي الابنة الكبرى للموسيقي الراحل بدر الدين عجاج، وتفتحت موهبتها منذ طفولتها الباكرة وسط جو موسيقي ما أسهم في نضجها الفني. انطلاقت نانسي عجاج كانت في هولندا، حيث شاركت بمصاحبة والدها لأول مرة في حفل عام 1999. في رصيد نانسي 3 ألبومات، هي سحر النغم ورفقة وموجة. وأعادت نانسي عجاج تقديم الكثير من الأغاني المشهورة والمسموعة في السودان بأسلوب جديد وأداء مختلف، ما أكسبها لونا خاصا أحرزت به مكانا متقدما في ذائقة الجمهور السوداني. صباح الخير. صباح الخير عليكم. نورتي الاستوديو طبعا. نانسي، في البداية حدثينا عن هذا المزج، كان أيضا هناك لديك أغنية، يعني أغنية أندريا. حدثينا كيف بدايات هذا المزج وأيضا استفادتك من الفن السوداني. طبعا هو الفن السوداني ما مش لون واحد ولا شكل واحد، هو متنوع جدا، موسيقى متنوعة جدا. وأنا أفتكر أني محظوظة خالص في أني أنا عندي الفرصة بتاعت أني أنا أقدم ألوان مختلفة من موسيقى السودان. لما قريت الحاجه دي، هي دي كده بس كانت قاعده كده، اللحن ده كان قاعد. لو كنت قادره اتخيلها بطريقه ثانيه، ولا كنت قادره يعني اتم المهم في لحظه محدده. بتذكر انا ذاتي جيت بعديها هنا السودان، اخذت معي زي شهر شهرين كده، وجيت السودان، جيت شقة ديار، جيت شقة ديار، جيت لفيت ورجعت مليانه بصراحه.